فعاليه وكفاءه الموظف. لازم ناخذ وندرس الاسباب اللي خلت الموظف مثلا يكون مش فعال ومش كفو. ممكن ادارات سابقه، ممكن ظروف محيطه به، ممكن ظروف شخصيه، ممكن ظروف عمل. اثنين، تقييم كل موظف على حده ووضع خطه تطوير. يعني لازم نقيم احنا كل موظف لشخصه عشان نوضع له خطه تطوير عشان يطور من نفسه. ثلاثه، تامين بيئه عمل صحيه لتفعيل خطه تطويريه. لازم احنا نوفر بيئه عمل صحيه من خلال العمل، الشغل، مكان الشغل، مكان السكن مثلا اللي هو فيه. ندرس امور الموظف كامله. ممكن يكون الموظف هذا مش مرتاح مثلا في سكنه، مش مرتاح في عمله، فلازم احنا نشوف بيئه العمل الصحيه. تحضير الموظف من خلال ذكر ايجابياته. يعني احنا نطلع على النص المليان من الكاسة او من الكوباية زي ما بنحكي، ما نطلع على النص الفارغ، ما نطلع انه هذا الموظف ممكن ما يكون مش منيح، او هذا الموظف في موقعه هذا حيكون سيء. فاحنا نطلع على النص المليان من الكاسة ونطور هذا ليصير الكاسة مليانة بالكامل. يعطيكم الف عافية. ما شاء الله تبارك الله. شكرا شكرا.